القدس الكاتب الصحفي راسم عبيدت. سيد راسم، هل تتجه إسرائيل فعلا نحو هزيمة لليمين؟ واضح أن هذه الانتخابات العشرين الكنيست هناك صراع محتدم ما بين اليمين المتطرف والذي يقوده نتنياهو وليبرمان، وبين الوسط واليسار بالمعسكر الصهيوني إسحاق هرتزوغ وليفني. وهذا الصراع المحتدم واضح أن الإمكانية الكبيرة للفوز أصبحت للمعسكر الصهيوني، وخصوصا أن نتنياهو بات على قناعة تامة بأنه لن يكون رئيس حكومة أو رئيس وزراء للانتخابات القادمة أو الدورة القادمة للكنيست. فهو الاستطلاعات لا تعطي الليكود أكثر من 20 مقعدا في ظل من 24 إلى 26 مقعد للمعسكر الصهيوني. نتنياهو أخفق في الكثير من القضايا، سواء على قضية الصراع العربي الإسرائيلي وخصوصا انسداد الأفق السياسي مع السلطة الفلسطينية، وبالإضافة إلى تدهور العلاقات الإسرائيلية مع أمريكا وأوروبا الغربية، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. كل هذا التشدد الآن الذي يبديه نتنياهو والقول بأن هذه الأحزاب الإسرائيلية الأخرى ستقوم بإقامة دولة فلسطينية وتقديم تنازلات فيما يتعلق في القدس وغيرها هي من أجل كسب المزيد من الأصوات لحزب الليكود، ولكن الإسرائيليين باتوا على قناعة تامة أن هذا أن نتنياهو لن يجلب لإسرائيل لا الأمن ولا يجلب لهم لا الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي الآن الصراع بات على وشك أن يتم حسبه للمعسكر الصهيوني. وبالتالي أرى أن نجم الليكود ونجم نتنياهو قد أفل، بالإضافة إلى أن هناك حزب آخر قد لا يصل إلى نسبة الحسم وهو إسرائيل بيتنا بقيادة ليبرمان، أو قد يتجاوز نسبة الحسم بقليل، وهو الذي أراد أن يقصي العرب عن المشهد السياسي باقتراحها أن تكون نسبة الحسم بالدخول إلى الكنيسة. نعم سيد راسم، عفوا هذا ما كنت سأسألك عنه بخصوص القائمة العربية الموحدة، هل نتوقع حضورا عربيا مهما في نتائج الانتخابات؟ البعض يتحدث عن احتلال القائمة العربية ربما المركز الثالث، ونتنياهو يحذر من مشاركة كثيفة للعرب في إسرائيل. نعم، الآن كل ألوان الطيف السياسي العربي في الداخل الفلسطيني التي تؤيد المشاركة في العملية الانتخابات للكنيسة الإسرائيلية متوحدة في القائمة العربية الموحدة، واستطلاعات الرأي تعطي القائمة العربية الموحدة ما بين 12 إلى 15 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي الكنيسة، وبالتالي هي تشكل قوة ثالثة أعتقد في هذا البرلمان، وخصوصا أن الكتلتين الأولى والثانية المعسكر الصهيوني قد يحتل المركز الأول والليكود قد يحتل المركز الثاني، وبالتالي القائمة العربية أو يوجد مستقبل قد تكون هي في المركز الثالث إذا ما أخفق كحل. هل يمكن قد أن تكون القائمة العربية جزء من الحكومة؟ المستولد الخارج من رحم الليكود قد يحصل على، لا أعتقد أن القائمة العربية هي ستبقى في إطار المعارضة، هي لأسباب ضميرية وأخلاقية ومبدئية. العرب لن يكونوا جزء من الحكومة على اعتبار أن هذه الحكومة قد تقر سياسات معادية تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل قضايا الاستيطان وأصبح حالة السيطرة على القدس والأقصى، وبالتالي قد يكون هناك شن حرب جديدة على قطاع غزة.